مشاهد صمود أهالي غزة وبسالة مقاومتها ستبقى شاهدة على جرائم إسرائيل، قالها المتظاهرون مجددين دعمهم للمقاومة وتأكيدهم أن إسرائيل أصبحت منبوذة ومعزولة. يعرضون على الجناية الدولية وتصدر بحقهم مذكرات توقيف، يعرضون على العدل الدولية وتصدر أوامر لوقف إطلاق النار. صمود المقاومة والجبهات المساندة للمقاومة في اليمن وفي لبنان وفي العراق كلها تساهم اليوم في رسم نهاية المشروع الصهيوني. مطالبنا بإغلاق سفارة الكيان في عمان وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان النازي المجرم، وصولا إلى إعلان بطلان معاهدة الذل والعار معاهدة وادي عربة. هذه المقاومة التي أثبتت في اليوم 231 على أنها بكامل جهوزيتها وبكامل قدراتها وأنها تستطيع أن تتكيف مع كل التكتيك والتغيير في استراتيجية العدو الصهيوني. السبيل الوحيد لكبح جماح عدوان إسرائيل هو المقاومة، يقول المشاركون ويؤكدون أن القضاء عليها مجرد وهم وسراب. هذا الاحتلال إلى زوال، ثم إن الأنظمة العربية المطبعة اليمن لا تستحي من دول العالم المتحضرة التي أوقفت علاقاتها مع هذا الكيان الصهيوني. لبست البدل البيضة تعبيرا عن الكفن، فإن في غزة شهداء مع فارق التوقيت، طبعا أطفالهم بأطفالنا والكوفية كوفتنا. الإدانات والمطالبات والاستنكارات مجرد كلمات يقولون، وما تحتاج له غزة في محنتها العصيبة هو وقف العدوان ومحاكمة إسرائيل وأمريكا شركتها في الإجرام. خيارات إسرائيل في غزة أحلاها مر، فخسائرها على مختلف الصعود السياسية والدبلوماسية والعسكرية ترتفع يوما بعد آخر، يقولون مؤكدين أن صمود أهل غزة ومقاومتها مجرد خطوة على طريق هزيمة إسرائيل، وأن معركة طوفان الأقصى هي خير دليل. لنا شاهين عمان، المايدين.